بتصدق يا سعيد؟ مالي عرفانة امتى انا وياك حنصير تحت سقف واحد؟ عقبال اي والله هالخمس ايام اللي عم تحكي عنهم حاسستهم حيصيروا سنة كاملة. اي حبيبي ما قلت لي شو ناوي تشتغل بعد ما نتجوز؟ ايوه اي لا يا عمري هي كلمة ما بعرف ما حبيتها منك بنوم، يعني المفروض تلاقي لك شي شغلة نعيش من وراها انا وياك. وبعدين يعني لا تواخذني بهاي الكلمة حبيبي، قعدة الرجال مو واردة بالبيت يعني ما لها حلوة. لذلك انا رأيي هيك تفكر لك بشي مشروع صغير وتقول يا رب. ها وانت سألتني شو فيك تشتغل؟ عد على اصابعك لقلك. واحد فيك تفتح محل موبايلات وتحول منه وحدة. نطة. طيب فيك تفتح دكان في شيبس ومعلبات وتبيع. أبا أو أو ما أبا يهي علينا أنت وشوكات. طيب اسمع حبيبي بسطة بسطة هاي البري فيها شكلات شعر وملاقط وهي القصص بالحكاية. طب عمري فيك تشتري حمار. حمار ايه وتبيع عليه خضرة. يا سيدي انا قبلانة المهم تشتغل. أبال اب دا اب هلا حبيبي من بين كل هالشغلات اللي عرضتهم عليك ما عجبتك غير فكرة الحمار؟ ايه لا يا عمري انا كنت عم بمزح معك، فكر لك بشي قصة تانية. أب أب طيب يا سيدي انا رح اجي معك، اشتري حمار وبيعه عليه خضرة، المهم تشتغل لانه القعدة بلا شغل ما حلوة. أبال خلينا نشرب القهوة لانه انا صار لازم اروح على البيت بدي ساعد امي بالمطبخ. صدق موت عليك يا أزعل. أبال